صدر حكم بسجن الصحفي محمد الفراتي ب14 شهرا، وذلك في قضية حكمت سابقا المحكمة بعدم سماع الدعوة. ويوجد السيد محمد الفراتي الآن بقطر، حيث يشتغل بصحيفة الشرق القطرية. ولمتابعة هذا الحكم معنا على الهاتف السيد محمد الفراتي، فابقوا معنا. السيد محمد الفراتي، مرحبا بك على قناة الحوار التونسي. أنت الآن صحفي بجريدة الشرق القطرية، وكنت صحفي بجريدة الصباح التونسية وجريدة الموقف، وكذلك مراسل وكالة قدس بريس. حكم عليك في الآونة الأخيرة 14 شهر مع عدم تأجيل التنفيذ، بمعنى مهدد بالسجن وأنت خارج التراب التونسي. تحديدا زميل، لو تحكي لنا حيثيات القضية. حيثيات القضية انطلقت تقريبا قبل 7 سنوات من الآن، فقد قبض على بعض المواطنين التونسيين في قضية سياسية بطرق انتماء إلى جمعية غير مرخص فيها وجمع أموال بدون رخصة. وطبعا أنا وقع إضافتي للقضية وأنا مقيم بالعاصمة في تلك الآونة، لأنهم وجدوا عند أحد الأصدقاء المعتقلين آنذاك نسختين من مجلة إلكترونية كنت أكتب فيها وعضو في هيئة تحريرها، وهي مجلة أقلام أونلاين. وطبعا مرت المحكمة بالطور الابتدائي فحكم بعدم سماع الدعوة، ثم الطور الاستئنافي وحكم فيها أيضا بعدم سماع الدعوة، ثم أعيدت مرتين من التعقيب وحكم فيها بعدم سماع الدعوة، وهذه المرة الثالثة تعاد من التعقيب، ولكن هذه المرة وفي بادرة غريبة وفيها كثير من الأسئلة يقع الحكم بالسجن لمدة عام وشهرين. سي محمد الفراتي، هل تنوي العودة للوطن بعد صدور الحكم؟ طبعا سأعود، وقانونيا عندي حق الاعتراض، وأتمنى أن يقع مراجعة هذا الحكم ويقع إلغاؤه، لأنه ليس له أي تبرير ومنافي للقانون التونسي ومنافي لوقع القضية الفارغة من كل أدلة تثبت التهمة الموجهة ضدي. هل لديك تفسير على بمعنى التفسير منطقي لتكرار مثل هذه القضايا في قضية واحدة في الحقيقة قد صدر الحكم عدم سماع الدعوة؟ نعم، عندي تفسير واحد هو ما أقتنع به وما أقتنع به كل الحقوقيين من محامين ومدافعين حقوق الإنسان ومن زملاء صحفيين، وهو أنه تنكيل وتشفي من صحافي اختار طريق المستقل واختار أن يدافع عن المحرومين والمظلومين من سجناء سياسيين ومن عاطلين عن العمل ومن مظلومين في البلد، وكل المقالات تشهد على ذلك. وقد تعرضت لعدة مضايقات في هذه المدة الصحفية التي امتدت إلى أكثر من 5 سنوات، وهذه المرة ربما من يقف وراء هذا الحكم أراد أن يقول بأن كل ما كتبته أو خطك الذي ذهبت فيه في الموقف وفي فرصة بريس وفي غيرها من المنابر الإعلامية لن يمر بدون عقاب. شكرا محمد الفراتي وإلى اللقاء. شكرا.